بعد مرور عام على وضع حجر الأساس، تم تركيب قبة كنيسة الأقمار الثلاثة في دبين شمال المملكة بجانب دير السيدة العذراء ينبوع الحياة، حيث ستجمع هذه الكنيسة بعد تجهيزها أبناء الرعاية في الأردن والعالم لعيش الحياة الروحية والخلوة مع الله، وستكون في المستقبل مركزاً لعقد المؤتمرات الكنيسية المحلية والعالمية. وكانت نورسات قد شهدت العام الماضي احتفال وضع حجر الأساس لبناء كنيسة الأقمار الثلاثة، وعدت التقرير التالي: ببركة غبطة البطريرك كيريوس كيريوس ثيوفيلوس الثالث بطريرك المدينة المقدسة وسائر أعمال الأردن وفلسطين، ترأس سيادة المطران خريستوفوروس مطران الأردن للروم الأرثوذكس خدمة وضع حجر الأساس لكنيسة الأقمار الثلاثة التي تتوسط مشروع المركز الأرثوذكسي في دبين. حضر الخدمة الأم أريني عويس رئيسة دير السيدة العذراء ينبوع الحياة في دبين مع أخويتها الراهبات وقدس الأرشمندريت أثناسيوس قاقيش الرئيس الروحي لمدينة الزرقاء مع الفريق الهندسي المشرف على المشروع. وفي كلمة سيادته التي تحدث فيها خلال وضع حجر الأساس، أشار إلى أهمية بناء هذه الكنيسة وهذا المشروع ومدى حاجتنا لهذا الصرح الذي سيجمع أبناء الرعاية في الأردن والعالم لعيش الحياة الروحية والخلوة مع الله. بالطبع أبنائي، المشروع كله زي ما أنتم شايفين هو مشروع كبير، ولكن اليوم بهمنا كمان أنه نقدر أنه ننجز الكنيسة، لأنه الكنيسة هي جزء مهم من هذا المشروع، وهذا رح يكون البيت لأبناء الكنيسة، لأبناء الوطن، ولكل أبنائنا من كل العالم ومن الأردن. وعشان هيك اليوم فرح كبير اللي ربنا أحلنا أنه نجتاز هاي المرحلة ونوصل للمرحلة اللي وصلناها. زي ما شفتوا اليوم بحجر الأساس، نحنا وراء حجر الأساس لما نصب الإسمنت وضعنا فيه أنينة، اللي في هاي الأنينة فيها اسم، فيها زي ما قرأ أبونا اللي الورقة المكتوبة جوا إنه على عهد مين تم هذا البناء، هون منوثق تاريخيا، وذكرنا أسماء كمان وحطينا كل أسماء المتبرعين في هذا المشروع كله، حطيناهم كمان في داخل، حتى لأنه كل في القداس الإلهي وفي كل صلاة تقام في كل كنيسة من كنائس الوطن دائما نذكر الذين قاموا ببناء هذا الهيكل المقدس. ومن اليوم بيفتح سجل لهاي الكنيسة في السماء اللي يذكر كل الأبناء والبنات اللي راح يكون لهم دور في إنجاز هذا المكان. وفي ختام كلمته شكر سيادته ابن الكنيسة السيد عيسى عودة الذي قام بالتبرع لبناء الكنيسة، متضرعا للرب الإله أن يبارك السيد عيسى وعائلته على كل ما يقدمه، ولجميع أبنائنا الذين ساهموا ويساهمون في إنجاز هذا الصرح الأرثوذكسي. وبفتكر اليوم هو يوم فرح ويوم شكر لربنا ولأمنا الفائقة القداسة وللقديسين ولكمان لكل المتبرعين، ومنهم السيد عيسى عودة اللي هو تبرع ببناء الكنيسة، ولكن كل أبنائنا كمان اللي تبرعوا في بناء المركز، لأنه المركز بده منا جهد كبير. وعشان هيك بعرف الظروف قديش صعبة، ولكن هون دورنا كمان كيف منا نتآزر كلنا مع بعضنا حتى نقدر إنه ننجز هذا المشروع. ربنا يساعد الكنيسة وأبناء الكنيسة والوطن في هاي الأيام الصعبة والأيام اللي رح نجيها، ولكن ربنا معنا وغاد تعزيتنا ورجائنا. ألف مبروك للجميع، نعمة وبركة ربنا تكون معنا دائما تحميكم أبنائي وتعطيكم كل نعمة وبركة من عنده. ألف مبروك. وعقب الصلاة تجول المطران خريستوفوروس مع الفريق الهندسي حول أرجاء المركز وتفقد أعمال البناء والمراحل التي وصل إليها.